خروج مئات الالاف اليوم في مظاهرة عارمة في مدينة عمودة، هذا دليل على انه النفير العام بالنسبة للشعب الكردي وشعوب المنطقة كافة العربية والسريانية والتركمانية. روسيا كانت تتوعى دائما بأنها هي الدولة التي يمكنها أن تقوم بالحل، ولكن في الحقيقة ونتيجة هذا الاتفاق يمكننا القول بأن روسيا أيضا اتخذت موقف بأن يتم تعميق هذه الأزمة وتعميق هذه الحرب في سوريا.